سأنتقل إلى أليكس ستيفاني، وهو مؤسس والعضو المنتدب لشركة بيم. هي منصة إلكترونية معنية بتقديم الدعم لفاقدي المأوى كنموذج للربط الذي يمكن أن يحدث بين مؤسسة مجتمع مدني وبين الحكومات. كيف كانت تجربتكم في هذا التعاون أليكس؟ أولاً أتقدم لكم بالشكر على استضافتي هنا. هذه هي زيارتي الأولى لمصر. أتعلم كثيراً منكم عن العمل الذي تقومون به لتحسين مستوى الفقراء هنا في مصر، وهي بالتأكيد وظيفة في غاية الأهمية. أنا أعمل على رفع مستوى الفقراء في بلدي المملكة المتحدة، وأتفاجأ هنا أن هذه الفكرة أتت من الشباب هنا في مصر. بالأمس كنت في بعض الأنشطة في منتدى شباب العالم، بعض الأنشطة المسائية. الطموح والطاقة الإيجابية والذكاء والألمعية للشباب الذين رأيتهم والذين تحدثت معهم بالأمس كانوا مذهلين وملهمين بالنسبة لي. منذ 4 أعوام صادقت الكثير من الفقراء في لندن. شخص كان ينام في شوارع لندن، عقدت معه صداقة وبدأت بالحديث معه واحتساء القهوة معه، ولكن حالته كانت تزداد سوءا من سيء لأسوأ. اختفى، وعندما عاد للظهور أخبرني أنه كان في المشفى لأنه كان لديه أزمة قلبية. كنت أعمل في منزلي وأفكر فيه أن هذا أمر مريع، أريد أن أساعده والكثيرون غيري يريدون مساعدته، ومع ذلك هو يفقد حياته في شوارع مدينة ثرية مثل لندن. وسألت نفسي ما الذي يحتاجه هذا الشخص؟ بالتأكيد هو ليس بحاجة لكوب قهوة أو طعام، هو بحاجة إلى مهارات وتدريب وثقة ودعم. كل هذه الأمور ستتكلف أموالاً أكبر بكثير من ثمن كوب القهوة، ولكن ماذا لو تشاركنا جميعاً، كل منا بجزء صغير؟ سيكون لدينا ما يكفي من الأموال كي تصير حياة أولئك الأشخاص أفضل وأفضل. بدأت بإنشاء بيم. بيم هي أول منصة لجمع التبرعات الجماعية للفقراء والمشردين في المملكة المتحدة. الملايين يتبرعون بالأموال التي تساعدنا على تحسين حياة الفقراء كي يحصلوا على عمل ومسكن. وكي أرد على السؤال، نحن شركاء مع الحكومة ونقدم هذه الخدمات للحكومات المحلية في لندن، المحليات في لندن، في كل مناطق لندن، والحكومة المركزية أيضا، بل ومدن أخرى خارج لندن. يرسلون متدربين لنا للبرنامج، ونحدد حاجاتهم واحتياجاتهم المالية وغير المالية، و نبدأ بإرسالهم إلى الشركات وأماكن العمل التي يحتاجون إليها. نحقق نجاحات كبيرة، 80% من مستخدمي المنصة حصلوا على وظائف، حيث كانوا قد خسروا وظائفهم لفترة تتجاوز 4 أعوام في المتوسط. سأنهي بقول كلمتين أهم ما تعلمناه أثناء الجائحة: أهمية التعاون. عادة في هذه المشاكل الكبرى يوجد اتجاه لإلقاء اللوم على بعضنا البعض، وهو ما لن يساعد على الإطلاق. نحن بحاجة لبناء منصات تعاونية. الحكومات تحيل لنا الفقراء ونحن نغطي التكاليف من خلال التبرعات التي نتلقاها. الشركات تساعد بتوظيف أولئك العاطلين عن العلم في الوظائف الذين هم بحاجة إليها. يوجد الكثير والكثير لا فعل في هذا النموذج. ثانيا، أهمية التكنولوجيا والمعلومات. بالنسبة لي أي مشكلة معقدة بحاجة إلى معلومات وتكنولوجيا وبيانات، مثل تشخيص السرطان، مثل اللوجستيات في المناطق الحضرية. التكنولوجيا لن تقدم إجابة كاملة، ولكنها ضرورية لأي حل كي ينجح، ويجب أن تكون قابلة للانتشار وأيضا زهيدة الثمن كي يحصل عليها الجميع. شكرا جزيلا لك، وشكرا لالتزامك.